السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي مؤسسة النظام الطاقي، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على اليوتيوب. معكم سواح، ولو أنت جديد معنا سجل اشتراكك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد، وكمان لو حابب أنك أنت تحصل على كورس أو جلسة خاصة من اللي بنعلن عنهم، كورسات أو جلسات، تقدر تتواصل عن طريق الرقم اللي ظاهر أمامك عبر واتساب اللي ظاهر أمامك على الشاشة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن سر وقواعد قانون الجذب. هوضح لك بشكل بسيط سر قانون الجذب والقواعد بتاعته عشان انك انت تعرف تطبق بشكل ميسر. ركز، ولو عندك اي استفسار او اي سؤال ممكن انك انت تسيبه في تعليقات بحيث حتى تشوف تجارب غيرك، وكمان لو قدرت ان انا ارد عليك ان شاء الله يكون الامر ميسر. يعني قانون الجذب، كتير بتسمع قانون الجذب، تطبيقات قانون الجذب، احنا حتى هنا في القناة على مدار السنوات الماضية عملنا كذا حلقة عن قانون الجذب. كمان موجود لدينا كورسات خاصة بالجذب، سواء كان كورس جذب المال والوفرة او كورس جذب شريك الحياة، يعني في تطبيقات كتير لقانون الجذب، وانت اكيد بتسمع وبتقرأ وتشوف تجارب ناس. طب يا ترى الموضوع ده ازاي؟ طب انا طبقت بالطريقة دي وما نفعش؟ طب انا قريت كذا؟ طب انا تعمقت في كذا؟ الفكرة هنا ان انا هوضح لك باختصار ايه هو قانون الجذب. قانون الجذب هو قانون الطلب، يعني انت بتطلب شيء يعني بتجذبه، لكن الفكرة انك انت هنا ازاي تقدر تجذب الشيء، ازاي تقدر تعمل جذب للهدف او جذب لحلمك او جذب لحالة معينة. دي الفكرة، انك تفهم سرها وتفهم القواعد اللي انت هتمشي عليها. السر والقواعد لقانون الجذب بشكل بسيط وعلى قد ما اقدر حاولت ابسط لك او بحاول ابسط لك الموضوع، هو قايم على التحرر. والتحرر هنا دايما بنتكلم في فكرة التحرر، تطبيق تقنيات التحرر، وانك انت تتحرر من كذا ومن كذا ومن كذا، وتتحرر من الهدف نفسه، وتتحرر من العلاقات، وكمان انك تتحرر من ذنوبك عن طريق طاقة الغفران. وكل ده سهل انك انت تعمله. لو هتتحرر من ذنوبك او اخطائك او وقعاتك، هتقدر تنفذ ده باكتساب طاقة الغفران عن طريق اي جلسة من جلسات الاستغفار العميق اللي موجودة في قناة النظام الطاقي. طيب، والتحرر بأي تطبيق أو تقنية أنت بتحترفها أو بتجدها للتحرر وقطع الأحبال الأسرية، تقدر أنك أنت تعملها مع الهدف أو الشخص أو الشيء. ودي في منها كتير، يمكن يعني في تقنيات كتير للتحرر مختلفة، تختلف كل تقنية عن الأخرى يعني، لكن كلهم في الآخر بيحققوا النتيجة، النتيجة في التحرر. عملت التحرر ونظفت، تبدأ تعمل التركيز. التركيز هنا، وزي ما احنا عارفين ان في قاعدة، ما تركز عليه يزداد ويقصر. يا صديقي يا صديقتي، اللي بتركز عليه بيزداد. لما بتركز على الفرح بيزداد الفرح، لما بتركز على الهم والحزن بيزداد الهم والحزن والعياذ بالله. لما بتركز على الخير كل حياتك هتبقى خير. يعني مكان ما هيكون تركيزك، اعرف ان الدايرة دي اللي هتعيش وتتشبع بيها. فالتركيز هنا دي قاعدة مهمة في قانون الجذب، انك انت تبدأ تركز على الهدف بتاعك او الحلم بتاعك او الحالة اللي انت عايز تكون موجود فيها او اي شيء انت عايز تعمل له جذب. التركيز. فطالما انت تحررت، عملت تحرر وعملت غفران، نظفت تماما وبدأت تعمل تركيز، هتضمن ان تركيزك كله هيكون ايجابي، لا في تعلق لانك عملت تحرر خلاص، ولا في اي شوائب من سيئات وذنوب لانك عملت اكتسبت طاقة غفران خلاص. قاعدة مهمة ولازم انك انت تنفذها، لانه في ناس تنفذ مثلا في الجذب ده التركيز، تنفذ تقنية معينة لمدة 21 يوم، تنفذ مش عارف ايه، لا، هي باقة على بعضها. عشان تبقى في حالة جذب مستمر لازم في باقة معينة كده تاخدها كلها على بعضها وتبدأ تنفذها. عندنا قاعدة مهمة هي الحب، يبقى شعارك الحب، في محبة طاغية، وعشان يبقى في محبة لازم انك انت تحب نفسك الاول، وعشان تحب نفسك الاول يعني لازم تتقبل نفسك وتعمل مسامحة. يعني لما نيجي في شق الحب في القاعدة اللي هي الحب، نقول قبل ما هتبدأ ازاي تنفذ خطوات الحب وشعرك بالحب، وهقولك ازاي، لازم اهم خطوة انك تحب نفسك. وعشان تحب نفسك في نقطتين مهمين لازم تعملهم، اولا التقبل، انك انت تتقبل نفسك، ثانيا المسامحة، انك تسامح نفسك.
تسامح نفسك على ضعفك، وتسامح نفسك على خطيئتك، وتسامح نفسك على اي غلطة انت غلطتها، تسامح نفسك على اي حاجة وكل حاجة. اعلن المسامحة لنفسك، قولها بصوت ومن غير صوت، قولها بقلبك، قولها بروحك، قولها بتفكيرك وعقلك، انك سامحت نفسك، انك مسامح نفسك. والتقبل انك تقبل نفسك زي ما انت، بشكلك، بظروفك، بحياتك، بكل شيء، بكل شيء فيك. تقبل، تقبل الوضع اللي انت فيه، تقبل الحالة اللي انت فيها، عشان تقدر انك انت تحب نفسك. لما تحب نفسك هتعلن الحب، هيبقى شعارك الحب. يعني ايه تعلن الحب؟ يعني هتحب كل اللي حواليك، تحب كل ما في الكون، تحب اهدافك، تحب احلامك، تحب كل شيء. طالما انت بتحب نفسك هتقدر تعمل كده. وخلي بالك، انت اصلا مش هتقدر تحب ربك لما تكون بتحب نفسك. القاعدة دي، قاعدة الحب، انك تعلن المحبة، هتلاقيها بتسرع عملية الجذب عندك، وبترفع استحقاقك، اللي هي القاعدة الأخيرة اللي من خلالها تقدر تفتح باب الجذب. القاعدة الأخيرة اللي هتقدر تفتح بها باب الجذب اللي هي ايه؟ الاستحقاق. كنا اتكلمنا كتير، مفيش حد بيقدر يوصل لحاجة في الحياة غير وهو يستحقها، ومفيش حاجة بتحصل له حاجة في الحياة غير وهو مستحق ليها، لان ده قانون إلهي. ولذلك لو انت في خير فاعرف انك انت مستحق للخير، ولو انت والعياذ بالله في شر اعرف انك انت مستحق للشر. فتش ودور عشان تعرف انت ليه مستحق، فتعرف تعدل. لو انت في وضع سيء دور انت ليه مستحق، فلما تعدل استحقاقك هيختلف، تبقى بدل ما كنت في شر تبقى في خير. طيب وانت بتعمل الجذب هتطبق فكرة الاستحقاق، قانون الاستحقاق، قاعدة الاستحقاق دي مهمة. طالما عملت تحرر وتركيز وعلنت حب، يبقى استحقاق عشان يتجلى ليك الهدف بتاعك. والاستحقاق هنا انك انت تكون مستحق للشيء اللي انت طالبه. ما احنا قلنا هو قانون الطلب، يعني الشيء اللي انت بتجذبه عشان تبقى مستحق ليه لازم ترفع استحقاقك. في اكتر من طريقة لرفع الاستحقاق، في طرق روحانية طاقية وفي طرق مادية. الطرق الروحانية الطاقية في اكتر من كذا طريقة، وفي حلقات كتير هنا احنا متكلمين فيها عن الاستحقاق، حتى في الكورسات عاملين بنود للاستحقاق، وانت ممكن تكون متعلم طريقة او اخرى للاستحقاق. وفي طرق مادية. يعني ايه مادية؟ يعني انت عايز انك انت مثلا تكون مثقف، يبقى لازم تستحق انك تكون مثقف. تستحق ازاي؟ انك تقرأ اكبر عدد من الكتب، انك تطلع على العلوم، كده اصبحت مستحق انك انت تكون مثقف. طيب عايز تكون مستحق للغنى، فتبدأ انك انت تعمل معاهدة مع الله والعشرة في المية وكل انظمة الجذب، جذب المال اللي في كورس جذب المال والوفرة وشفراته وهكذا. تبدأ انك انت تنفذ اي تطبيق انت عارفه، سواء شفته على اليوتيوب او سواء شفته في نظام، تبدأ تأهل نفسك وتبدأ تشتغل عليه. بتتصدق، بتطور في نفسك وفي شغلك، بتسعى، بتفكر، بتطور، اعرف انك انت مستحق الان انه يزيد مالك. دي الطرق المادية اللي اقصدها. يعني واحد عايز يبقى شكله حلو وبصحة جيدة، يبقى عشان يستحق ده يعمل ايه؟ هينظم اكله ويلعب رياضة، مش محتاجة حاجة، بسيطة جدا، صح؟ هو كده بيرفع استحقاقه. ده رفع استحقاق المادي. في بقى استحقاق معنوي لازم يترفع، وده بيسهل لك كتير قوي. والاستحقاق المادي المعنوي اللي هو الاستحقاق الروحي والطاقي. البنود دي اللي هي التحرر والتركيز والحب والاستحقاق، دي القواعد بشكل مبسط. قانون الجذب بحر واسع وفي تطبيقات كتير، لكن دايما هنا زي ما انا متعود دايما احطك في حلقاتنا المجانية اللي على اليوتيوب دي على اول السلم. محدش هيأكلك او محدش هيشربك بايديه الا لو انت بتسعى انك تشرب وبتسعى انك تأكل. لان في ناس تقول انت في النقطة كذا ما تكلمتش فيها بشكل وافي. لا، انا بتكلم ان انا اديك بداية الطريق، ان انا ساعدك بقدر المستطاع. انت عليك انك تقرأ، عليك انك تتعلم، عليك انك تتعمق، عليك انك تدور اكتر، عليك انك تساعد نفسك بنفسك وتبني نفسك بنفسك وتدخل دايرة ورحلة الوعي بذاتك وبنفسك وبقرارك انت، محدش هيشدك ليها. بشكل بسيط بينت لك بعض القواعد لقانون الجذب اللي تقدر من خلالها تجيب نتيجة، بعيدا عن عمق الكورسات او المحاضرات او الكتب او هكذا. ممكن بالكم قاعدة دول والكم خطوة دول تبدأ اولى خطواتك في الجذب. مش هطول عليكم، وان شاء الله حاول بقدر المستطاع يكون في حلقات اكتر وبشكل مكثف. نلتقي على خير. ما تنساش لو استفدت من حلقة انشرها لغيرك، وما تنساش لو عندك اي استفسار اكتبه في التعليقات. نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.